بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير، صحة فطوركم وعيدكم مبارك يا رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير. أعزائي الكرام، أخي أختي الكريمة، غادي نعرض عليكم واحد الدار سيدي علي البحراوي اللي هي دار حرة. ولكن قبل ما تشوفوا الفيديو، الكتابة الحمراء اللي لتحت اللي مكتوبة بجميع اللغات الحاجة الحاج كتابة، حنا راه لا التكنولوجيا لا قد الحل. هذيك الكتابة الحمراء بريك عليها تقول لك حلا، وبريك على ديك الجرس هرس باباه يدير ديك الرشيطات في الجنب هرسو باش يوصلك الجديد ديالنا. حنا كنتعاملوها مع الناس شوية كبار كبار باش كيوصلهم هاد العقار، لانه هما اللي مهتمين بالموضوع وكنوصلوا هاد الرساله. حنا هاد الناس هادو كنتاحهم كنحييكم وربي يطول عمركم. على كل حال، اشتراك ديك الكتابه الحمراء كما قلنا تقول لك حلا، ديك الجرس باباه يتهرس باش يوصلكم الجديد، وصحه فطركم وربي يحفظكم. على كل حال، هاد الدار هادي دار حره، دار حره مستقله، جات في سيدي علا البحراوي اللي كتبعد على الرباط 30 كيلومتر. واحد الحي سميتو حي البام، سميتو حي البام. دار فيها 100، المساحه ديالها 110 ديال المترو، 110 المتر. فيها لتحت جوج كراجات والفوق والسفلي. الدار مصلوحه مزيان، لا من الداخل ولا من برا. دار كوميرسيال، جات على الشارع تجاري، فيه واحد فيه رواج، فيه رواج شارع تجاري. كراج واحد اللي كيتباع مع الدار، واحد مبيع وواحد اللي كيتباع مع الدار. يعني دار معها كراج تجاري كوميرسيال، اللي المساحه ديالهم ديال الدار ديال الارض فيها 110 ديال المتر. الوضعيه القانونيه ديالها ملكيه، الكتابه عند العدول، وهذه اشاره راه حتى العدول راه لا ما يكتبوش العقار الا ما كانش الامور ديالو مضبوطه قانونيا، راه ما بقاش داكشي اللي كان. يعني العدول كاين الناس عندهم فيهم شكوك في هادشي، لا ما بقاش شكوك، راه كيف العادل كيف الموثق كيف المحامي المعتمد، هذا محكمه النقد، هادو بجوج بحال بحال نفس القانون كيكتبوا كيوثقوا العقار. القانون المغربي، القانون المغربي كيعطيهم الحق اللي يوثقوا العقار. على كل حال، الثمن غتلقاوه مكتوب على السفل، السفل ديال على 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 السفل الفيديو، يعني على الوصف ديال الفيديو. الثمن دائما كما كنقول اعزائي الكرام قابل للتفاوض مع صاحب العقار. وهنا ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو، واهلا وسهلا بكم وعيدكم مبروك مسبقا ان شاء الله. هذا البالكون كيطل على الشارع، شارع كبير، اون فاس كاينه جريده وكاين الحمام والجامع هنا قريب والسويقه. هذه سيتي زون كوميرسيال. هذا سيجور، سيجور هو عنده جوج شراجم، سيجور على برا على الشارع. هو هذا الصالون، صالون جاي على شد على السيجور، وعنده شرجم على الباركو اللي كيشوف على الشارع. ها السقف ديالو فيه جوج تريات والتلفزيون كبير. كاين ودا فوق وي يس. الصالون فوالا. هنايا هذا كولوار، هادو الدروج اللي كيطلعو للسطح. ها هو السطح، فيه بيت كبير بالحمام، ديرو بيت النعاس وكليسا والسطح جوست هاكا وطي. هادي الكوزينة، جاي على الدخلة ديال الدار. فوالا، هادي السقاية تخويسها هنا. هنايا كاين الحمام والطواليط، وهنايا في هاد الكولوار كاين جوج بيوت النعاس،
كيف يعني الدار فيها ثلاثة البيوت ديال النعاس، بيت كبير الفوق وجوج بيوت صغار ديال الدراري، وهنا الدروج ولتحت الباب ديال الدار. هذا البالكون كيطل على الشارع، الشارع كبير. اون فاس كاينه جريده وكاين الحمام والجامع هنا قريب والسويقه. هذه سيتي زون كوميرسيال. هذا سيجور، سيجور هو عنده جوج شراجم، سيجور على برا على الشارع. ها هو هذا الصالون، صالون جاي على شد على السيجور، وعنده شرجم على الباركو اللي كيشوف على الشارع. ابو السقف ديالو فيه جوج تريات والتلفزيون كبير. كاين ودا فوق وي يس. الصالون فوالا. هنايا هذا كولوار، هادو الدروج اللي كيطلعوا للسطح. ها هو السطح، فيه بيت كبير بالحمام، ديروا بيت النعاس وبكليسة، والسطح جوست اكوطي. هادي الكوزينة، جاي على الدخله ديال الدار. فوالا هذه السقايه تخويسه عندنا. هنايا كاين الحمام والطواليت، وهنايا في هذا الكولوار كاين جوج بيوت النعاس. كيف يعني الدار فيها ثلاثه ديال البيوت ديال النعاس، بيت كبير الفوق وجوج بيوت صغار ديال الدراري، وهنا الدروج ولتحت الباب ديال الدار. هذا البالكون كيطل على الشارع، الشارع كبير. اون فاس كاينه جريده وكاين الحمام والجامع هنا قريب والسويقه. هذه سيتي زون كوميرسيال. هذا سيجور، سيجور هو عنده جوج شراجم، سيجور على برا على الشارع. هو هذا الصالون، صالون جاي على شد على السيجور، وعنده شرجم على الباركو اللي كيشوف على الشارع. السقف ديالو فيه جوج تريات والتلفزيون كبير. كاين ودا فوق وي يس. الصالون فوالا. هنايا هذا كولوار، هادو الدروج اللي كيطلعوا للسطح. ها هو السطح، فيه بيت كبير بالحمام، ديروا بيت النعاس وبكليسة، والسطح جوست اكوطي. هادي الكوزينة، جاي على الدخلة ديال الدار. فوالا هادي السقاية تخويسة عندنا. هنايا كاين الحمام والطواليت، وهنايا في هذا الكولوار كاين جوج بيوت النعاس. كيف يعني الدار فيها ثلاثة البيوت ديال النعاس، بيت كبير الفوق وجوج بيوت صغار ديال الدراري، وهنا الدروج ولتحت الباب ديال الدار.